فهمنا ان مثلا ازاي قصه صغيره، وان الراجل انا في واحد يجي قدام مثلا حوشي اللي جزع في الشجره، صح؟ المفروض ان يعني الجزئيه صح، مش المصرف بس، مش المصرف بس، يعني المصارف انا عندنا 20 مليون ريال. طبعا انا لما طب يقولوا واللي في البلازم، انا عجبتني جمله من واحد قال عاش في حد في الحوشي، حتى اللي ما تشتغل هي قاعده تتدهور، انا كده حوشي في حد قاعد في حوشي توا. فعموما كربة بيت مثلا نقول انا قاعده في المنزل، نبغى نسالفوها بالاذاعات، الاذاعات ما حنتش تخيل المصرف اللي يخلص يعني صبح في قانون المنصب ما تعرفوش بها، هذه مشكلتها. حتى لو نحكوا على تجديد القوانين واللوائح في مصادر من اللي هي منها كذا وظيفه عامه، من هذه حيلي ما عادش تقدر تديرها شركه ولا محل ولا اي شيء. روح هذا مثلا اذا مش هذا هي المرشح تقدر تشفع حاليا مش منطعة من بين حفايته كل محل من حاليا